السلام عليكم اخوان، صباح الخير عليكم. كما كتشوفوا معايا البنت اللي كاينه السر ديال كيما العاده 5 درهم وباقي مازال السر ديال جاي غيكون خوها قمرون الغليظ بارك الله. ها هو يلا زيدي. اجيت شوف فاش تكلم. قمرون شتي راه تشوف راه السر ديال 5 درهم الكيلو. زيد سالي سالي رجعنا شوف باقي السر ديال غيجي السر ديال البحر 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 ديال اجي عاوناتي دير عاوناتي الزبير رامي. سلام خويا حكيم. اليوم توصيل كازا لا زين عفوا كاين توصيل كاين الغليظ. هذا الغليظ 65، هذا الغليظ 65 درهم الكيلو، والميان شوف الميان 50 درهم الكيلو، الميان 50 درهم والغليظ 65. ها هو تبارك الله. سي سي راه سيتيا كاين الحوت غير في الطوموبيله هي غتنزلو غتردو الحوت الطوموبيل. سي بي من سي بي 83 مروان دير الثمن 83 سي بي مونتريطا 25 ها 25 كاينه هذا كاين بلاتي هذا شي باجو هذا كاين شي باجو حر خلينا الباجو حيد دوك السامبيرات حيد السامبيرات الرخا ولا راس كاسر. هذا الباجو اللي غالي شويه الباجو الحر 110 هذا الباجو الحر دير تماك 110 سيسير الله عمر يلا هذا الغليظ 65 الغليظ هذا 65 حسن فينو حسن سيسير حق لا 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 142 واقيلا 45 60 كالامار غالي شويه كالامار. صباح الخير صباح النور اختي سلوى رشيد صبحي صباح الخير صباح النور. 60 ها قمرون الغليظ 65 65 الغليظ ها هو ها الغليظ 65 هذا 65 هذا 65 سامبير 70 دير 70 درهم السامبير بلاتي احط انا 70 درهم عري على السامبير 70 درهم صافي 70 درهم السامبير 70 درهم السامبير شويه غالي ولكن حكيم سخر فوق الجو الله يحفظك يا عمور ابراهيم الملويه 40 درهم دير 40 جبانه 50 تبارك الله شو احمد 50 السيسي راح هذا 50 درهم هو هذا 50 درهم لا لا السيسي راه لا لا ندير لا فلوتور اليوم ناقصه الثمن 50 درهم نحطو حسن 50 درهم هاد لينا فلوتور تبارك الله 50 درهم الكيلو رابعة في الثمن والفلوتور والفلوتور يعني ماشي ديك الغليظة شوية هاي هاي هذا الغليظ 65 هذا راه معلم بميكا ياك هذا الغليظ 65 اللهم بارك امين خويا سير سير لينا فروتور 50 درهم 50 درهم لينا فروتور 50 درهم الكيلو هادي 50 درهم بحال بحال هادي حيد القاعد حيد 50 درهم هذا 50 50 درهم لينا فروتور 50 درهم سير سير 50 اش بقى تماك اش بقى ايه هذا 65 راه حطونا لينا فروتور فينا بزايد راه ليها لينا 50 درهم راه هي كلمينا فروتور 50 راه شفت باقي تماك
هذيك 50 كلشي هادي مي راه حيد عند واحد الحوض باقي كيبان ليا كيبان ليا الحوض بلا ما تهبطوا هذا اللي باقي كيبان ليا بلا ما يهبط صافي بلاش اخلي باقي ها الميرنا وقمروني ياك هنا كاينه الميرنا وقمروني كاين بلايا وكابيلا اي بلايا راه البلايا قط البلايا وكابيلا علاش ما غاديش نحط هذا الحوت دابا كنقادو هنايا هذا غيتحيد هذا الفريكو هذا شتي هذا غيتحيد يولي ديك الساعه تما بلاصه الحوت هو غيتحيد المهم هادشي علاش نرجعو هاد الحوت للطوموبيل تيتحيد الفريكو غنحطو الحوت هاي الروجي الروجي 45 باش كاع الوقت 45 صافي سير شحال درتي ياك شحال درتي خل فرايج لا مار 145 هذه اخوان كنا من دروجي 45 روجي 50 اه الروجي 50 الروجي 50 درهم الكيلو جديد 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 واش عرفت واش جديد الروجي دير فيه 50 الكابيلا باقي الكابيلا تا هي الفلايا الفلايا راه زوينه هذه شويه البلايا وهاد الكابيلا الحمض يجي هاد الكابيلا كاين المونطريطا 25 المهم كاين شوية الحوت نخلط كاين شوية الحوت أعطيكم أثمنة دابا مروان مروان أجينا الكولة اللي ما نجيش الكولة الكولة 38 الكولة دير 38 الكولة الكولة دي 38 عبد الله هذا الصمت هذا الصمت عزلتيها لا ها؟ شكون اللي لاحظ صمت؟ ها؟ صافي صافي هذا غليظ شوية دابا نعطيكم الاثمنه دابا والله الا تلفت اول مره غنتلف ما عرفت منين بدا كيبان ليا مع وحيدو وحيدو هذا الفريق ومن يتحيد هذا الفريق غتقاد ان شاء الله ونمشي للحوت ما عرفتش الله ما عرفت منين غادي تلفت المهم نعطيكم دابا الاثمنه غنحاول نعطي الاثمنه المهم غنعطيكم دابا الاثمنه غادي الاثمنه غنبدا مناش غنبدا عندك الكابيلا 25 سير سير حيد الكابيلا تبارك الله مروان غنبدا دابا نعطيكم الاثمنه دابا السلام عليكم اخوان واحد شي تبارطاج اخوان فاطمه صباح الخير صباح النور فاطمه سلام عليكم السلام خويا المهدي شحال داير الصندوق السرديد السرديد 5 درهم الكيلو 5 درهم الكيلو الكولا كاينه كاينه اختي خديجه 38 درهم الكيلو الكولا صباح الخير صباح النور مصطفى الهاتف اللي نجيب عبد الرحمن الحامي اللهم يسر عليكم كاين توصيل الباقي ناقص محمد ودابا غنعطيكم الاثمنه دابا الزبير رامي صباح الخير صباح النور خويا سمير الكولا ديال البسطيله كاينه كاينه اختي خديجه كاينه ودابا نعطيكم الاثمنه الملويه 40 درهم الكيلو 40 درهم الكيلو الملويه 40 درهم الكيلو 40 درهم الكالامار عفوا 145 145 الكالامار 145 145 والروجي 50 درهم الكيلو الروجي 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو الروجي 50 درهم الكيلو اي ديال دابا ياك هذا السول بلاش السول بلاش سول بلاج سول سول بلاج سول بلاج تبارك الله سول بلاج قليل شويه وغلا مخلط الغليظ والميان وكل شيء 75 75 كيلو 75 حفيظ تيزني سامكم سلام خويا حفيظ 75 75 والسيبيا السيبيا منقيه سيبيا منقية 83 83 مايانا 83 83 الكولا في دي 38 38 الكولا في دي 38 الصول كحل المايان 65 الصول كحل المايان 65 65 الصول كحل المايان 65 والصول كحل غليظ 80 درهم الكيلو 80 درهم الكيلو الصول كحل غليظ 80 درهم الكيلو الجدعة 63 63 الجدعة 63 درهم الكيلو 63 درهم الكيلو الصمتة كاينة ديال 25 كاينة ديال 20 كاينة ديال 30 كاينة ديال 35
كل واحد له الثمن ديالها. عبد الله دور اجينا غادي يوري لي الصمت نوريكم دابا كيلة ديال 25 ديال 30 ديال 35 كل واحد له الثمن ديالها الصمت على حسب السيبي راه مويانا 83 هي مويانا يعني المويان 400 غرام مقياس 5 كيلو مويان مرقيقة مغليضة 83 قمرون مغليض هذا الغليض 65 قمرون مغليض 65 صافي ها الصمتة بنقول لك وها الغليض 65 الغليض 65 اليوم الغليض طايح الثمن أنا كنقول لكم الغليض طايح الثمن 65 درهم الكيلو والمويان المليح 50 درهم الكيلو المويان المليح 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو المويان المليح 50 درهم الكيلو المينا فروتيور 50 درهم الكيلو المينا فروتيور 50 درهم الكيلو 50 درهم الكيلو الدوراد 75 الدوراد 75 هاد الدوراد 75 درهم الكيلو أولا مو 75 درهم الكيلو هاد الدوراد 95 هذا 95 95 درهم الكيلو هذا الباجو الحر أولا الباجو إكسترا 110 درهم الكيلو عقلتوا على الباجو الإكسترا ب 65 هو 110 110 درهم الكيلو 110 والبريكة غليظة 55 البريكة الغليظة 55 بريكة الغليظة 55 بريكة الغليظة 55 بريكة الغليظة والسامبير 70 درهم الكيلو السامبير 70 درهم الكيلو 70 درهم الكيلو السامبير 70 درهم الكيلو بولبرادع 45 بولبرادع 45 درهم الكيلو 45 درهم الكيلو لاوط 50 درهم الكيلو لاوط 50 درهم الكيلو لاوط 50 درهم الكيلو فوسان بير 35 درهم الكيلو خويا كاين في لي زوش مونطري الطاوله البوينتيه لا اختي سالو البوينتيه والبوينتيه نقدر نقول لكم احسن من الكالامار البوينتيه ب 60 درهم احسن من الكالامار دابا اللي ب 145 درهم الكيلو احسن منها والبوينتيه تاهي راه كطلع البوينتيه راه كطلع تاهي ل 160 150 هذا بطيحه شويه 35 فوسان بير 35 المستيط 43 مستيط 43 43 والصنور 45 هذا الصنور هذا 45 درهم الكيلو الرايه 25 الرايه 25 درهم الكيلو الرايه غليظه 25 درهم الكيلو سرقاله 43 سرقاله 43 درهم الكيلو سيمو فيكتوريا سير وعليكم الله ميسر السوري مازال مكتاب ليه سيمو فيكتوريا والله الا كنت بغيت نمشي راه دابا كاين شي اشغال خص دابا نحيدو الفريغو نعاود نعاود ثاني نوريكم خصي تحيد هذا الفريغو باش يدار تما الحوت يكبر المحل شويه وديك الساعه غندوز دوري 43 درهم الكيلو 43 لاباطيش 35 لاباطيش غليظه 35 35 درهم الكيلو والباسامال 45 درهم الكيلو الباسامال 45 درهم الكيلو والصنور 55 الصنور 55 55 درهم الكيلو الصنور 55 هو السيبيا تبارك الله مايانا السيبيا مايانا 83 83 درهم الكيلو 83 و 25 درهم الكابيرا والحوتيكين الحوتيكين هو دابا نقرا التعاريف دابا شحال شحال الصندوق السبع اخويا المهدي المهم 5 درهم الكيلو سبين مازال ما تحاسبت انا مع مولاه كاع لي 50 درهم الكيلو المايان قمر المايان 50 درهم الكيلو وهاد الحوت اللي كاين الاخوان هاد الحوت اللي كاين دابا القادي عندنا مربجه شويه المهم ها تلقى التونه هو الفريغو سي كيتحيد ها هو ها هي هادي غتحيد سير على الله بخير وهذاك الشيء بخير الله يسلمك بخير وهذاك ها تحيد سير على الله وديك الساعه راه يكون التسعه ان شاء الله التسعه هكا اللهم هكا ولا هكا احسن من الكراب هذاك ايوا بقى نقرا التعاليق دابا نقرا التعاليق هاني جاي عندك خديجه مرحبا اختي خديجه ابو محمد مصطفى كاين غير كون غير درتي الله يبيهم الاوريل ابو محمد مصطفى والله الا كنت بغيت نديرو ولكن للاسف ها يكملوا هنايا وغنمشي ان شاء الله تما معتصم بالله خو معتصم بالله مدينه الزمام راه عامله سيدي من النور تحياتي لك معتصم بالله نعيمه خويا كتشي هنا بحوت اش كنتصل تما لولا لنا واحد لاختي نعيمه احضر اللهم يسر امين خويا احضر السر ديال بلا ما نوري لكم 15 بخير وهذا 15 الصندوق ديال الكابيلا بشحال تخليه ليا مرحبا اختي نعيمه والكابيلا شنو نقول لك عرفتي الكابيلا
الا مشيتيها دابا ماشي غنجامل راسي ولا شي حاجه الا مشيتي خديتيها من المارشي ديال الجمله المارشي ديال الجمله تاخذها باكثر من العداد ديالها الكابيلا لا الكابيلا ولا البالايا بجوج والله كيكونوا غاليين بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شحال رايا 25 درهم الكيلو راه حيق الدنيا 5 درهم الكيلو الزبير رامي 5 درهم السردين اللهم يسر حكيم تحت الكراسي ان شاء الله نزورك. مرحبا خويا زوير. والصندوق السردي شحال داير؟ مهدي ما نقدرش نقول لك الصندوق شحال داير بالضبط ما حينتي علاش لا دابا داك اللي جابو مازال كاع ما سولت والو المهم 5 درهم ديال الكيلو وما غاليش طايح بشي قل من 5 درهم شويه الا بغيت ناخذ كوموند. كيفاش زوير عيط لهاد النوامر هما لحم الزبير رامي ما عاد فين مشاو ليا كاع 013 لا تندير لهم تثبيت التعليق ما عاد فين مشاو ليا ها هما من هاد النوامر هادو اللي غندير في اول تعليق بالنسبه للتوصيل. والحوت اللي كاين راه كاين فوري حتى ما كانش شي حوت مثلا فوري كيعيطوا علينا كنهزوه اليوم. ابو محمد مصطفى كولا كاينه كاينه اختي خديجه هي كاينه 38 وباقيين داخل حاطين لها تما دابا يحفظوها. مصطفى السوسي صباح الخير صباح النور. نقلب على المحل البارح عبد الرحيم وحدو المحل حدا الجامع معروف حدا الجامع شطح شي واحد ولا زلق اجدك شي شطح ها؟ فيلا؟ كتقول فيها؟ الساندية الساندية ما كايناش ليلى محمد الساندية لا ما كايناش الساندية اليوم ما كايناش اللهم يسر ويكون توصيل باقي على محمد ان شاء الله يكون خير. صباح الخير صباح النور خويا سمير حفيظ التيزني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام خويا حفيظ التيزني. الرايا هو الغيط كما هي ارا جيبوها ها هي هي سامعكم بخير شي راه كتنطي اي تنقي قمرون. صباح الخير صباح النور اختي ناديه. اليوم كيما شفتوا الاثمنه راه مناسبه القمرون الغليظ 65 المويان 50 لينا فروتير 50 درهم يعني الاثمنه مناسبه اليوم. والثلاثه راك عارفين ديما كنقول لكم الثلاثه كيكون ناقص شويه الثمن كيكون بزاف نهار الجمعه نهار الجمعه كيكون الثمن. اليوم الاوري ابو محمد مصطفى صافي كيشين في الحوت نعيمه المطيري اللهم يسر امين خويا حدار. صباح الخير صباح النور خويا عمر. بغيت الصندوق ديال الكابيلا 25 درهم الكيلو اختي نعيمه راح يقضيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شحال رايا؟ رايا 25 درهم الكيلو الزبير رامي 5 درهم الكيلو السرديد نسر لك تحت المكنه ان شاء الله زوين. مرحبا خويا زوير الصندوق جاب عبد الله. لا لا واش ديال الكليان ولا ديال لا ديال ماجازا ها ديال ماجازا دابا هاد الصندوق اللي كيصوب فيه كيما شفتو صغير هذا شحال ندير ليه الثمن هذا غليظ شويه هذا غليظ هو هذا لا جوج و ميات حزله هذا حيد هذا كاع عزله خويا صوفار غليظ هذا زوير عيط لهاد النوامر 013 هاد النوامر 13 هما اللي كياخذوا الكومون. مهدي ما عرفتش اخويا المهدي ما عرفتش ما داكشي اللي ما عرفتش بالضبط اللهم يسر امين. الله يحفظك خويا عبد الرحيم. مصطفى سوسي عاجي يا عمر عمر تاع ياسين الدودي صباح الخير خويا كاين كازا لكن ما كيجاوبوش عبد العالي الا كانوا كيهضروا الا كان نعم اش واكل صنور واكل صنور شو 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 تبارك الله حب كل الكرش عنده كذبه ليا من فوخه واكل صنورة اخرى وهاد الصنوره واكل الطعم هادي شدات الصناره وهاد الصنور شدات كل هاد الصنوره هي والصناره ديالها
ودابا راه الطعم كانت هي هذه السنوره هذه كون ما كلاش هذه هذا السنور هذا كون ما كلاش هذه ما كانش هو غيتشد جا يا باقي فيها السناره عاود سفيان سمع اش قال سفيان اش كيصبح الصياد فارسه والدرب والدرب خويا الحبيب الله ما يسر الله يحفظك خويا الحبيب امين سنون قطع شحال مصطفى هذا 95 درهم الكيلو هذا اللي كيتصوب هذا اللي كيصوب فيه دابا 95 وهذا اللي غادي يتصوب فينا هو تحت الاول هذا غيكون 80 درهم هذا غيكون 80 هذا 80 درهم الكيلو مقطع وهذا 95 اصبح نور في حكيم واش كاين شي هو دري في الثمن ديال اليوم الجاية زكريا المقنطر كاين شي بواب اللي يمكن نقش فيها هو اش غنقول لكم هو شتي راه تقدروا تسولوني على شي فريق ديال الكرة ونعطيكم ونقول لكم يقدر يتأهل هذا الفريق على حسب التحاليل وكلشي وتسولوني على الحوت واش غادي يكون غدا ولا غادي ينقص الثمن نقدر نقول لكم ما نعرف نتكلم على اليوم بحال مثلا اليوم ناقص الثمن اليوم مقارنة مع البارح والبارح وقبل فاليوم مع الأسبوع كامل اليوم ناقص الثمن كلشي لا فوط المقلة ولا فوط الطاجين ولا فوط الطاجين كلي شوية قليل إلى لاحظتوا ما كاينش شي فوط الطاجين ولكن يعني الأيام الجاية ما نقدرش يعني نتكلموا اللي نقدر نقول لكم هو إلا كان الحوت بزيد كان في وقت محوتة راه غيطيح الثمن هذه غتبان ولكن باش واش غيكون الحوت ولا ما يكونش ما عرفتش حنا ما ها السيمانة الجاية داخل المنزلة إن شاء الله تكون الشتاء على ما سمعت نهار الجمعة كاين المنزلة وداخل الشتاء يعني إلا جات المنزلة ها الحوت عاوتاني غيوقف يلاه بديت تحرك شوية كيوقف حكيم صنور غليظ كاين باش نجي ناخذ واحد اللي زيك احمد لا ما كاينش شي صنور غليظ والله ما كنظن هذه هي اللي كاينه جدوها من داخل ما عرفتش واش كاين ولا لا عي كاين شي كاين ديك النوامر رخصين نعود ندير لكم النوامر بالنسبه للناس يبغوا يعيطوا يشوفوا الحوت اللي كاين من غدا ان شاء الله نعود نشرهم لكم مع النوامر ديال هذا المحل بحال والو واش كنبقاو قمرون عبدو مارو كنقوا قمرون بعض المرات ماشي ديما بعض المرات كنقوا قمرون بعض المرات يوسف لا يوسف الشهب الا قال لك شي حاجه غادي يعيطوا عليه ما غيعيطوا عليه غيعيطوا عليه خويا يوسف الشهب صيف ديالي سالا في الخاص صيف ديالي سالا في الخاص اكي وقع شي اخطاء في قنيه شي حوت كيدوز هكا تنقص هكا كاع المره كيوقع مبارك خو نقرا لكم التعليق نقرا للامس خديت مجموعه انواع مختلفه عن الاسماك لان السيد مخلف التنظيم لم ينظف لي السردين وهو نطاق دابا كاين اخويا مبارك راه الانسان ما عرفتش غادي والله ما عرفتش غادي نتكلم عاوتاني دابا كاينه مطابق معاك دابا السردين كيحقروه هذا السردين ولكن ان شاء الله يكون خير غندوي معاهم غادي ندوي معاهم التعليق تاعك راه سكانيتو